Fluid has the following properties. الماس فلو ريت بالكيلو جرام بير سكند 0.01، مديني الدايمتر عند الاي، البي مجهول، ومديني سرعتين عند الاي والبي، وبيقول لي assume that the density of the fluid is constant and both points A و B، يعني meaning that the temperature at both points meaning that the temperature throughout the system is constant، يعني الرو ما بتغيرش، مفيش فرق درجة حرارة، وبالتالي الرو ثابت، اقدر احطه في الطرفين نفس الشيء. ولي كالكليت ذا دايمتر اوف ذا سيكشن ات بوينت بي، واحنا عارفين ان الفلو ريت هنا بقى الماس فلو ريت اللي هو ام دوت بيساوي الرو في الفي في الاي. طيب احنا عندنا الماس والاي والسرعه بتوع ايه، عايزين بقى بتاع بي، وعايز بي، عايز الدايمتر اللي هو هنا يكون باي على 4 الدايمتر بتاع بي تربيع، الفي عند البي 50، الرو ما قالناش الرو بكام، فهي في الغالب 1000 اللي هو الميه، او ممكن نحسبها من الاي، يعني لو طبقنا عند الاي هنجيب منه الرو احسن نتاكد، فنقول كده برضو الام دوت هتساوي رو في الفي اي في الاريا بتاعت الاي. طيب الام دوت بوينت او 1، الرو مجهوله، الفي عند الاي 23، والاريا عند الاي باي على 4 هو 2.5 ملي، يعني 2.5 10 أس سالب 3 الكل تربيع. هنجيب الرو من المعادلة دي عشان نتأكد إذا كان وتر ولا غير كده. 0.01 ألفا يساوي ألفا إكس مجهول ضرب 23 السرعة ضرب باي تقسيم 4 ضرب 2.5 اي سالب 3 الكل تربيع، وقول شيفت سول، وادخل مثلا 1000 كانها ميه عشان اسرع الحل، والله طلع مختلف، يعني طلع تقريبا هواء او يعني جاز. الرو بتاعته 88.6 كيلو جرام على المتر المكعب. طب نعوض بقى بالقيمه دي، هيبقى هنا 88.6 هضربها في 50، احنا الام دوت ما اتغيرش، 88.6، خلينا نقول كده 0.01 الفا يساوي 88.6 ضرب 50 السرعه في باي تقسيم 4 ضرب الفا اكس تربيع، وقول شيفت سولف. الدايمتر يطلع قريب صح، هنا زياده فاكيد الدايمتر اقل، مثلا 0.02 يعني كانها 2 مللي. شوف يطلع كام معانا، طلع 1.7 × 10³ اضرب في 1000 عشان يبقى بالملي، اذا الدايمتر بي بيساوي 1.7 ملي متر. ده البارت ايه، طبعا السرعة هنا زادت فلازم الدايمتر يكون اقل، او الدايمتر اقل فالسرعة زادت. في البارت بي بيقول لي calculate the pressure difference between point A and point B. طب احنا عارفين ان برنوليز ايكويشن بتقول، طب هنا مفيش فرق ارتفاعات، الارتفاع نفسه ما جابش يعني سيرته خالص، فبقى نفس الارتفاع، فاقول ال P عند ال A نص رو في A تربيع هتساوي P عند ال B زائد نص رو في بسكوير. هنا طبعا كتير السرعة، هودي ده الطرف ده واجيب دي هنا عشان يديني ال بي اي ناقص ال بي بي، يطلع لي رقم موجب، هيساوي نص رو اللي هي 88.6 ضرب ال في بي تربيع اللي هي 50 تربيع ناقص 23 تربيع، يطلع الفرق
نص في 88 بوينت 6 ضرب 50 تربيع ناقص 23 تربيع. قفلنا القوس، طلع الفرق بالباسكال. لو قسمناه يعني لو عملنا انش هيطلع 87 كيلو باسكال. ولو كنا قسمناها على 1.5 هيطلع 0.873 بالبار، حسب الإجابة اللي الدكتور عايزها. هو ما قالش، فكلاهما صح.